هذا المسلسل برعاية حياك ابو اسعد. حياك الله يا ابو حميد. جايب انك والله ذا المكان يا انساننا، نكران الحاره ونكران اهلها ومستوف الحاره، لا شر لا عدو لا صديق. هذا الكلام ابو حميد انا ملاحظه اكثر من اسبوع، صدق نفس الشعور. ما لهم يخطفوا علينا ما يصير، احيدنا ما قلنا احد شيء، ما تكلمنا. مرحبا. احسن احسن احسن. شكرا شكرا. جزاك الله خير. مره زين ابو حميد، ما لهم يخطفوا علينا ما يسلموا ابو اسعد، ما لهم يخطفوا علينا ما يسلموا، ما سوينا قتلك حد شيء. صدق انه ابو احمد امس بعد صلاه المغرب قلت له مساك الله بالخير، نعم يا دوب يرد علي ويرابيني بنظرات غريبه، ما له هو حتى اولادنا ابو حميد اصبحوا يتعاركوا. يعني انا اقول لك بصراحه باختصار، الوضع في القريه بين الجيران غير طبيعي. هذا لانه قلوبنا ما صافيه، قلوبنا ابو اسعد حل بعض ما صافيه، ولو صافيه قلوبنا ان حدد وقال والله فلان قال عنك ذا الكلام ولا قال عنك ذا الشيء هجيبه وحضره. ما عندنا ذيك الجرأة ابو حميد. صدقت. زين والترتيب يا ابو حميد؟ ترتيب معي، لكن ابغاك تتبعني بالشيء بو اقوله حالك. والله اذا اللي هيخلصنا من المشكله وتعود القريه وجيرانها مثل قبل انا مستعد بعد في الخير. زين زين، لازم نشوف من السبب في هذا الموضوع. اسرع وقت. اليوم اليوم ان شاء الله، اليوم المساء هيكون لنا حل ذا الموضوع. اشرب شاهي. اشرب شاهي. امورك طيبه. سيره وجيران. هلا والله هلا. السلام عليكم خلفان. ما بيني وبينك لا سلام ولا كلام، والكلام اللي قايله ابو ترى وصلني، لكن اخبرك مردوده حالك ذي. بعيد الشر اي كلام، مالك زقت الحاره لابقه. ترى صدق من هذه الرحلات لها دور كبير صدقني في الترفيه عن نفسها ابو سعيد. لا كلامك صحيح 100%. اي والله. ودامت وانت تذكرها تفضل على انك تفضل. وكان حتوافقني فيه، انا اقول شيء طيب ويكون هذا 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 الشيء محاصر في الحاره، يكون تصدقني الناس كلها ترتاح. انا مع الخير دائما، هات اقتراحك يا ابو سعيد. اقتراح ايش رايك نسوي هذه الجماعه اللي في الحاره والاطفال كلهم يسوون طلعه ورحله في مكان ومزرعه طيبه ومكان طيب يستانسوا فيه؟ والله شيء جميل. نعم. اذا الموضوع خليه علي انا، هرتب مع الجيران وهم اولادهم. بس عليك انت من؟ عارف علي من. ابو ابو حميد. هو الطعم ملعون ما يطيع يقتنع. الا موضوع ابو حميد علي انا، واذا ما اقتنع وشفته اول واحد ولا تعال كلمني انا. انت اخو ادرب مفتاحه. ايه اخوه. نعم يلا. ما اعرف. اسالكم انتم، مو سالفتكم انت وابوك تكلموا علينا؟ ابوك انت واجد يتكلم على ابوي واحنا ساكتين عنكم. اسمعني،
ابوك اللي بادي وهو اللي تكلم علينا. كل الناس ملاحظه ان ابوك يتكلم على ابوي واجد. حتى ابوي بيتكلم عليك. ما اقول لك من اليوم ورايح بين عائلتكم وعائلتنا حد. خلاص زين، هذا اللي اريده انا. خلاص ما بيننا كلام، روح من هنا روح. شفتوا ماله ذا؟ سيره وجيره. ما شاء الله، السلام عليكم. كيف الحال؟ كيف حالكم؟ ان شاء الله بخير، الله يحفظكم. ما شاء الله. كيف حالك يا ابنتي؟ الحمد لله. ابوكم موجود ولا وين؟ هاي خليه يجي. قولوا له ضيوفا بالخارج، هيا بسرعه. ما شاء الله يا اخي، الله يحفظ الاولاد. تبارك الرحمن، حفظكم الله من كل مكروه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ان شاء الله بخير. الحمد لله. كيف الصحه؟ كيف ان شاء الله كويسين؟ الحمد لله بخير وعافيه. كيف حالك انت واولادك؟ الحمد لله طيب. الحمد لله. تفضل اخذنا. شكرا جزيلا. بارك الله فيك وفي اولادك. نحن في عجله من امرنا. اي والله مستعجلين. ابا عبد الحافظ. اي والله نبحث عن ابو حميد وابو اسعد. نعم. قاعدين ولا وين الناس جايين؟ معروفين. اي هم تحصلهم هنا قريبين موجودين. اها كويس. في العصر مثل هذا الوقت تحصلهم موجودين في هذا المكان قريب. نحن قدمنا من محافظة أخرى ونبحث عن عقار، بمعنى أصح سكن. والله دايرين سكن. نعم. سكن. نعم. وقيل لنا أن أبا أسعد هو يمتلك عقارا للتأجير. صحيح. نعم. ولكنني اسمح لنا في هذا السؤال، ما هي سلوكياته هو وأبا حميد؟ العرب والنعم. معروفين بثينتهم ما شاء الله عليهم. ما شاء الله. معروفين ما شاء الله. للإطمئنان فقط، للإطمئنان حتى لا نرتبط بمشاكل في الحكومة. أنت تعلم وكذا ذلك العرب معروفين. بارك الله فيك. نستأذن. شكرا لك. تفضلوا. الله شكرا. شكرا لك والله. شكرا لك. جزاك الله خير. من أمرنا. بارك الله فيك. شكرا يا شباب. شكرا. بارك الله فيك. ما شاء الله عليه أبو أسعد وأبو حميد في الحارة معنا ناس طيبين ما عليهم أي كلام. وأبو أسعد ما شاء الله عليه شيخ الحارة معانا في هالمنطقة. لا كويس كويس. هل تنصحنا يا أخي العزيز بأن نمتلك أو نستأجر منه شقة؟ روح وتوكل على الله وعيونك مغمضة مرة. الحمد لله. شكرا لك. شكرا لك والله. تفضلوا زين، بناخذ فنجان قهوة. والله مستعجلين. تفضلوا. مستعجلين والله. بارك الله فيك. شكرا لك. ما قصرت. ما قصرت. وحفظك الله. جزاك الله. حفظك الله يا ولدي. ما شاء الله. سنسأل عن البيت، هو قريب من هنا. قريب من هنا أيوه. بارك الله فيك. شكرا لك. حياكم الله. حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال يا أخينا؟ كيف حالك؟ بخير. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حالك أخي؟ أخباركم خير؟ والله كويسين. كيف صحتكم؟ أخبارك إن شاء الله كويس. الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله من الحارة دي. أنا والله نعم من الحارة دي. أخباركم علومكم. الحمد لله تعالى بخير وعافية. نحن جئنا نسأل عن أبا أسعد وأبو حميد. وأبا حميد. أبو أسعد وأبو حميد. نعم. ومو في خاطركم على أبو أسعد وأبو حميد، عسى إن شاء الله خير. والله دارين نستأجر من عندهم. تستأجروا؟ أي نعم. إنزين اسمعوني، أبو أسعد وأبو حميد علومهم عندي أنا. ما شاء الله. بس إيه نعم، بس أقولكم حاجة. أي تو تتفضلوا عند البيت ومن تتقهوا بعطيكم علومهم ذا الجماعة، وإن شاء الله ما يركم إلا الرضا. نخرج خارج كده ودينا علومهم، ما لازم نمشي البيت. ما يصلح، تو عاد دارك علينا الوقت وماسي. نروح البيت وفنجان قهوة وهتأخذوا علوم الجماعة وكل حاجة. أنا أبو أسعد وأبو حميد. هل تشجعنا بأن نستأجر مع أبا أسعد؟ يا أخوي أنت إنسان غريب، أنت إنسان غريب ما من الدار. لا تستعجل في الكلام، دعانا نروح البيت وهتأخذ العلوم. تو مو عاجبينكم شطة ما زينة. كويس كويس كويس، نمشي البيت. حسنا. انتظروني شوية. بيتك أحاسب. قريب؟ قريب بيتنا. خلاص. أحاسب وجايينكم انتظروني خارج. بسم الله. بسم الله. مركز الريتاج لمواد البناء والأدوات الصحية والكهربائية يقدم لك كل احتياجات منزلك العصري التي تجدها تحت سقف واحد وفق تشكيلات رائعة وبأسعار مغرية لا مثيل لها. معنا ستجد غايتك من تصاميم عصرية وجودة عالية وتشكيلات واسعة ذات ألوان زاهية. الريتاج اسم يتردد وثقة تتجدد. مراعي صحار الأول من نوعه في ولاية صحار والولايات المجاورة من حيث المساحة والتجهيزات، والتي تم مراعاة فيها جميع معايير السلامة والتداول الغذاء بإشراف وإدارة عمانية 100%.
مع تلبية طلبات المحلات التجارية والمطاعم وغيرها في جميع ولايات السلطنة. ولدينا وكالة تجارية بتوزيع منتجات أعلاف الوطنية لجميع مناطق السلطنة. هل ترغب في بيع، شراء، تأجير، إدارة لممتلكاتك العقارية؟ نحن في أرجاء العقارية نسعد بخدمتكم وتواصلكم. خبرة تفوق 12 عاماً في مجال التسويق والإدارة العقارية. نرحب بتواصلكم واستفساراتكم. بسم الله تعالى، ما شاء الله ما شاء الله، إنه منزل مبارك وجميل. جزاكم الله ألف خير، وهذا تشريف وحضوركم تشريف، لكن أشوف الأخ متلثم، سلامات ماله؟ والله الزكام الزكام. يرحمك الله تعالى. أخوانا أشوفكم ترى ما من ذي الدار، ما من ذي البلاد. نحن قادمنا من محافظة أخرى لنعمل في هذه المحافظة، وبالأخص ولاية عبري، ما شاء الله، العابرة بأهلها. تشريف. ونبحث عن سكن، فقيل لنا إن هذا السكن يمتلكه أبو أسعد وأبو حميد، يعني يوجد لديهما عقارات، ونحن جينا لنستأجر منهما. تو انتو ما حد نصحكم عنهم ذا الاثنين، ما حد نصحكم. والله ما في زول، كلهم والله بيشكروا في الناس دين، يقولوا ناس كويسين وناس والله في قمة الاحترام وفي قمة الأخلاق. وكأنك أنت رجل لست بشاكر عليهما، ما الذي حصل أقلقتنا؟ أتأخذوا الكلام بقولكم مني أنا باغلكم الخير وباغلكم الصلاح، وأخذوا الكلام مني أنا. حفظك الله. نعم، والذي لو حصلتوهم أنتوه ما حد باغلكم خير، بايركم للشر. والله نعم، إنني لا أفقه بعض الكلمات التي يقولها هذا الرجل، ماذا يقول؟ والله يحسن ليك ما تفقه، والله يحسن ليك ما تفقه. الزول ده بيقول أن الناس ديل ما كويسين. ولكنني سمعت كلمة الشر، ماذا يقصد بها؟ الناس ديل شريرين. أعوذ بالله. أي والله أعوذ بالله، أعوذ بالله. المصيبة، والله هذه مصيبة يا رجل، مصيبة. وما العمل يا رجل الآن؟ لا نسمع من الزول ده. تفضل. أول أخبرك عن أبو حميد وخلى أبو أسعد في التالي. هذا لو إن عم تستعلم من علم الناس، ترى أخوي هذا أبو حميد أنا عبعلكم تسأله ولا شيء. هل أبو حميد أخاك؟ أخوي أبو حميد، لكن هذا ما أخو خير، بتشوفه ما شاء الله. إيه نعم، ما أخو خير كويس. هذا دوم أنا وياه في المحاكم سبحان الله. إيه 24 ساعة على الشكيبة، ما أروم أسوي حاجة، ما أروم أطلع شيء، دائما دائما روحه في مناخره يضارب الهب والهبة. أما إن سألت عن ذاك الثاني أبو أسعد، هذا ترى بتشوفه يظهر خلاف ما يبطل، ودوم يمشي بالنميمة بين الناس. حسبنا الله تعالى فيه. حسبنا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والله المستعان. الله المستعان، والله الله المستعان، والحمد لله رب العالمين إنكم وصلتوا عندي قبل ما تروح عند الجماعة، ولا صدقني دومكم هتطيح إلا في مشاكل وضربات، وانتوا ناس غرب ما ناقصين هذه الامور. لقد صدقت يا بني، لقد صدقت. وسكنكم عندي واموركم بترتب عندي انا، وما لكم الا الرضا. ما شاء الله، بارك الله فيك يا اخي. نحمد الله سبحانه وتعالى على ان اظهر لنا الحق قبل ان نتورط فيه. اي والله، وكويس لقينا الزول بتاعنا، الحمد لله. اي والله، ما دامك ذاك وتراضينا احسن نهبش نغف فنجان قهوه. جزاكم الله خير، تفضل. بسم الله، امرت بمعروف. بسم الله، خذوا لكم حبه تمر. تفضل تفضل تفضل. بسم الله. سيره وجيره، ما اباك البر تتكلم فيه ابدا، هذا ما تتكلم فيه. هذا ان انا ما صلبت عليه ودعيتها امه لا اله الا الله تشهد عليه هذا الانسان وعلى الفعل بو سواه، ولا انا ما اكون ابو حميد. ترى صايبني مثل ما صايبنك، هذا مصيبه داخل الحاره، صدقني هذا مصيبه، مصيبه. لا، وداخل المسجد مو جالس يسوي ذو رافع عليها، اللهم واللهم واللهم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. يا اخوك يا ابو حميد، ما عليه، هذا ابو غام مني، هذا ابو غام مني اخوه، ويتكلم علي بذي الطريقه، ما عليه. لكن ابو حميد، انا اريدك ما ترفع صوتك في الليل، تو بالعمال احنا جايبينه هنا بعيد عن الناس.
اسمعني عن الفضائح، دعانا نلقنه درس ونعلمه شويه كيف الحياه تمشي بما يرضي الله والرسول. ما تطلع حسوسك في الليل، دعانا شويه ننبه ونعاقبه ولكن بالتي هي احسن. انت دعانا انا اتصرف معه، خلو يخرج. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم افتح لنا من ابواب رحمتك وقنا من عذاب النار. ما ظني، استغفر الله العظيم، استغفر الله، استغفر الله. النار هذه من اوسع ابوابها، هذه من اوسع ابوابها انت هتدخلها. والعلم عند الله نوب الانسان ما يروم يكون. ان ما تبت وارتديت عن هذا الشيء وتسواه، نار جهنم ذي هتكويك وانت. انت هين هتروح من عقاب الله تعالى، هين هتصير من عقاب الله تعالى، هين هتصير. ابو اسعد انت ماله اخوي علي، مو مسوي بوانا. ماله اخوك؟ ماله اخوك اللي ما تتحق على وجهك؟ تي انت خليتنا كما يقولوا صد رد الحارة، لو ما كشفناك وعرفنا سوالفك وعرفنا امورك. وانت تو بياه معه امور كشفته. حمد ربكم، حمد ربكم والله العظيم. ترى انا والله ان الشيء بأسويه ترى بعدني ما اطريه. عند كل وجه الله، عند كل وجه الله، عن ربك يخسف بك. إيه. ابو سعيد، عند كل وجه الله. عاب انتو ترى مستعلمين مو مستوي. مو شخصين جايين يسألوا عليكم عن تستعلموا من علم الناس. ايه ما شاء الله. نعم، ولو ما الله وجودي انا. ايه اموه قلت لهم خاف زوبي عنهم، ذيلا ملايكة. ابو حميد وابو اسعد ملايكة ذيلا يمشي في الارض. انت قلت لهم ايه ما ابوي مو عارف اكذب عليكم انا. وهم جايين بشرهم. جايين بشرهم، الله سبحانه وتعالى سخرني. قال ابوي اذا توقفوا وسمعوا الكلام وصديت معاهم باين استاجروا. انا ايش ناس، انا وحدي فزعان من مو من 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 عطاتكم، وخفت عليكم الحقيقة. ما ارتحت لهم انت؟ ما ارتحت لهم ابو حميد. بعد كم توجيت لهم يا ابو حميد، كنت شقيقي شقيقي واعتبرك صديقي، وانت ابو اسعد. ما عرفت ترى عنك شقيقك. اي نعم شقيقك. عجيبك انا شطقتين حمو مرة شطق. والله الكلام ده كله، الكلام ده كله اللي قاعد تقوله انا سمعته من قبل. ونسأل الله العلي القدير ان ينزل عليك عذاب من السماء وفي الاخرة. كيف خطفوا عليكم الجماعة جنة وخطفوا عليكم. خطفوا علينا احنا ذيك الامة ابو خطفت عليك سوداني. انا كنت انا والله مشبه ابو اسعد لكن ما ارد في لعبة. اي والله زي المغربي انا تراني ده المغربي. شوف عليك بالله تعال اسمعني زين. انا ان ما صلبت عليك في ذي الحارة ودعيت هذه الامة كلها انا تشمت فيك كل هذه الامة. شوي يا اخوك انا والله يا اخوي انت لو ادمي وانسان وانسان ما هتفرق بين ام احنا اولادنا قاموا يتضاربوا. اولادنا احنا قاموا يتضاربوا يدقوا بقوس السبايا بنته. تهل واحد ما يرد علينا السلام، نسلم عليه ما يرد علينا، الحاره السلام الحاره. اسمعني مو ناك وراس بعد مو ما تقول لي مو ما تقول لي الإنسان يغلط يا غلطة. أبو سعيد كم هذه الغلطة أبو سعيد مو ناك من الآن ساترين عليك. صدق ما خبرنا حد، جيبناك وحدك، حد معنا غير الله سبحانه وتعالى عشان ما نفضحك. أقول زيني. وإحنا نتفاهم معك بالزين بالهداوة 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 وبالزين والإحسان. هي بالهداوة قلت بالهداوة نعم وبالزين والإحسان. لو ما بالزين والإحسان هتصبح أنت أنا مرادل لك براسك في هذا. زين أنا ما كر هذا السالفة ولا سوي عند ما تسويها. والله أقولك أنا باغن هذه عبرة حالك أنت وحقيرك. إن ما صلب دعانا أصلب عليك. أنا عندي حل. مو هناك ورد سكت مو باغن سكت اليوم مالك عين البر تكلم. شوف أبو حميد إذا صلبناه هتزيد الفضيحة وهي الحقيقة أنت الإثم. أحسن ننفي من الحارة نقول أي مكان مو ننفي حوالي شهر شهرين. أين أغيب قمتك هذا شهر ما أبقى شهر. أين أغيب سافر سير أي مكان عرف يا جماعة تغتر تراك أنت عزوم. ونعم نعم هتبرى منك دنيا وآخرة. الحارة ذي ما تسكنها كما سكنتها،
عرفته؟ ان شاء الله. انا ذوت مسكينه ذي ما اعرف عرفته. صدقوا صدقوا زينه. انا الشر، انا اضارب هبو بالهابه، انا اضارب هبو بالهابه، مسود الوجه مسود الوجه، لكن ما منك انت. من منه؟ من مفروض بودقاه وتقول له فلان تكلم عليك يصبح مع اخوه صاحبه ونكون قلوبنا صافيه ونيتنا على بعض. ما احنا يوم حد يجينا يقولنا والله فلان قال عنك صدقنا ولا فلان ما زين قلنا هي والله وان شاء الله وصبحنا متنافرين. صبحت قلوبنا ما واحد على الثاني ولا يتحمل الثاني ولا عنده الجرعه ابو حميد انه يقول فلان تكلم ماشي جرعه يضم فؤاد يضم فؤاد لين زين. حسبي الله ما عين الجرعه ماشي جرعه يا الله يا الله عليك ونعم الوكيل.